السلام، مرحبا بكم بكل مواصفين في برنامجكم اكسبريسو من المغرب سايبر سيكيورتي اند كلاود اكسبو هنا في مدينه الثقافه. اللي همهم الامر ويحبوا يتنقلوا ويجيوا بحلنا، حاضر معنا الان سي محمد سويري اللي هو اي تي سيلز دايركتور في شركه فوكس. مرحبا بك. وبيك يا عايشك. ماني ما عرفتش في كلمه فوكس، لانه ديما نسمعها في الصباح في اكسبريسو. دونك فوكس هي انتغراتور ماجور، معناها دي سوليوشن اي تي في تونس. دونك نخدموا تو سكي سوليوشن داتا سنتر، دونك لا ميزون بلاس داتا سنتر بور disons les clients majeurs en Tunisie. Donc nous aide tout ce qui est protection des données, donc tout ce qui est sauvegarde, réplication, mise en place de sites de secours pour les grandes entreprises, mais aussi la sécurisation des données à travers tout ce qui est volet réseau et sécurité. Donc aujourd'hui Focus est présent dans cet événement en tant que cloud service provider, c'est-à-dire que Focus a construit l'un des plus grands clouds souverains, donc qui est présent en Tunisie, justement pour offrir aux entreprises tunisiennes donc les services cloud. Mais شو معناها اللي بيعرفش نسمع على جسمه، شو معناها كلاود كلاود سوا؟ ساعتك صحة سي محمد، انا مقبيك على كواليس البرنامج خاطر معنا برشا ذيوب باش يجيو، دونك كنا نحكيو اي سؤال نسالو سي محمد ما يتدخلش، يستناهم هما يجاوبوا، بعد كي نقعد وحدي يعطيني هو اجابه نتاعو. تبارك الله في المواضيع الكل نجم نلعب معاه ليميسيون كامله جوسكو بو. سي محمد احنا باش نحكيو باش نعملوا فوكس سون جو دمو على البروتكسيون دي داتا، ولكن بما انك جبدت على ذي، شو معناها اليوم عندنا كلاود سوفان؟ كلاود سوفران اكبر كلاود سوفران. انت تعرف اليوم لا ليجيسلاسيون تونيزيان، دونك حتى مع الشركات التونسيه انها الغارد لي دوني بتاعها او سان دو تيريتوار تونيزيا. ولكن هذا في الواقع صاير؟ هذا في الواقع صاير، لازم يصير خاطر لازم يصير خاطر الدوله ولي زانستيتيسيون بتاعها قاعدين يتبعوا، فهمتني، وين لي دوني بتاع لي زونتربريز قاعدين ايبرجي. دونك انتم تسمعوا باللي كلاود كون ابيل هايبر سكيلر اللي هما جوجل وامازون ومايكروسوفت. اللي هوني باش العباد ما تشككش، نحكيو على الداتا. الداتا خاطر نجم يقول لك توك كل عام كي طاحك السنتر في فرنسا ولا تحرق ولا شنو صار، هذاك موضوع اخر. نفس الموضوع نفس الموضوع. احنا كي نقولوا داتا راي داتا ديما من هاو ايبرجي لبرا، هاو ايبرجي لبرا عندنا دي فما شكون صحيح فما شكون، مي ياخذوا دي زوتوريزاسيون مش لي زابليكاسيون الكل ينجموا يخرجوا لبرا. لي زابليكاسيون فما حاجات ما فهمتش، ولي دوني اللي هما كونفيدونسيال ما لازمهمش يخرجوا لبرا. واضح. دونك نقولوا كلاود سوفران سا فو دير كو الداتا سنتر تاع فوكس اللي كالوفر معناها اون تيرم دو كلاود موجود في تونس. فهمتني، هذا ايش معناها كلاود سوفران؟ سيتادير كو فوكس اليوم الداتا سنتر بتاعها كالوفر او مود سيرفيس كلاود موجود في التريتوار تونيزيان. دونك سي جوست سا معناها لو تيرم كلاود سوفران، il est présent في التريتوار تونيزيان و لي دوني دي كليون يقعدوا موجودين في التريتوار تونيزيان. باهي، بروتيكسيون دي داتا. وي بروتيكسيون داتا هو الفوكس، حاجه باش ركزوا عليها معناتها في الحوار هذا. هي جزء من السايبر سيكيورتي ولا السايبر سيكيورتي جزء منها معناتها امن السيبرني؟ انا نعتبر انه البروتيكسيون دي دوني سي ان فولي تري لارج، والسايبر سيكيورتي هي جزء منها. مالا احنا مغرب سايبر سيكيورتي اند كلاود اكسبلور دو ماي داتا بروتيكسيون. داتا بروتيكسيون سوليوشن، علاش انا نقول هكا؟ خاطر اليوم كنقولوا سايبر سيكيورتي سي لو فيت دو ميتر اون بلاس لي كوس دو سيكيورتي نيسيسير او سان دو لونتربريز. تعرفوا نسمعوا بالفاير وول، نسمعوا باللونتي فيروس اللي اليوم ولا اسمه او دي ار اكس دي ار، فهمتني، نسمعوا بالواف معناها لو بروتيكسيون دي زابليكاسيون اللي موجودين على الويب، فهمتني. هذا الكل لازم الشركات التونسيه ومعناها الكلها تحطوا اون بلاس pour se protéger contre les attaques ransomware, les tentatives de phishing, donc tout ce qui est tentative d'intrusion. Donc, فما فولي اخر اللي اليوم معناها لي زاتاك اونت ايفولوي، وكل يوم قاعدين يخترعوا معناها في دي زاتاك جدد. دونك لي زونتربريز ما ينجموش يعملوا كان على لي كوش دو سيكوريتي هذوما، لازمهم يبروتيجيو لي دوني بتاعهم. كيفاش يبروتيجيوهم؟ تقول لي انت انهم يخلقوا دي كوبي عليهم اللي هما يكونوا ايزولي، فهمتني، واللي يكونوا ايموتابل. كي نقولوا ايموتابل يعني كي كون امبيش كونتر لا سوبريسيون اي لا موديفيكاسيون. معناها اليوم الشركه سو دوا دافوار اون كوبي دو سي دوني اللي تكون محميه بروتيجي، وبيان سور لازمها تعمل سكون ابيل دي سيت دو سكور بور كون كا لا قدر الله معناها دو كاتاستروف ولا حريقه ولا حاجه يكون عندها ان سيت دو سكور بور ريبروندر سيز اكتيفيتي او نيفو دو سو سيت. دونك تو سا، دونك لي تخوا فولي هذوما كي نقولوا سايبر سيكيورتي sauvegarde des données et site de secours constituent les trois volets et les trois piliers nécessaires pour assurer une protection complète des données de l'entreprise. Voilà. بالنسبه لل كيما كنت تقول دونك للبروتيكسيون دي
الداتا نتاع المؤسسات معناتها نحمي والمعطيات نتاع المؤسسات بالقانون هذا الكل مفروض علينا. اليوم التحولات معناتها التحولات كبيرة قاعدة صايرة في المؤسسات، ديما المواضيع هذه كلها ديما نربطوها بمصاريف كبيرة. اسكو سي الكا معناتها والربح نتاعها حتى المصاريف شنو هو الغوتور سور انفستيسمون معناتها؟ هي المصاريف كبيره والحقيقه في توسكي سايبر سيكيورتي بروتيكسيون دو دوني ما نجموش نحكيو على غوتور سور انفستيسمون، نحكيو على اسيورونس. سيتادير كو نهار اللي لا قدر الله شركه تخسر لي دوني نتاعها ولا تصير لها une tentative de ransomware, c'est des centaines de billions de dollars qu'adin tousruf fiha les entreprises pour remédier aux tentatives d'attaque li sirula wala aux catastrophes li najmu sirula. Donc la protection des données c'est une assurance qui m'a dit enti tchri un data center ta'mel un contrat de support ma'a le fournisseur ta'ak bich kisir lak un incident talqa. La protection de données c'est une assurance contre les cas extrêmes li najmu sirula l'entreprise. Tu dis enti le masarif kthira. Où n'injiou le volet cloud provider. Hadak علاش اليوم le cloud. En tout cas, c'est le fikra li عندنا. Oui, le هو صحيح الفكره صحيحه. راه اذا كان الشركه هي باش تجي تحط معناها لي بريك هذوما الكل. فهمتي pour protéger ces données, راهو ça coûte cher, mais c'est une assurance et la قدر الله كان تصير l'attaque, راهو elle va payer beaucoup plus que ça. Maintenant, فما لو رول دي كلاود بروفايدر. بيان سور هوني نحكيو على بروتيكسيون دوني، دونك هوني نحكيو شركات في مستوى معين، يعني اللي عندهم كم هائل من لي دوني اتريتي واللي القانون يفرض عليهم انه يكون. والله حتى الشركات الصغيرة راهو عندها دي دوني سونسيبل. دي دوني بالحق. أي شركة عندها لي دوني بتاعها وعندها حرفاء. سي فري صحيح صحيح. وعندها صحيح صحيح. هوني يدخل دور الكلاود سيرفيس بروفايدر، معناها احنا كفوكس اليوم معناها اون اوفر دي سيرفيس دو بروتيكسيون دي دوني، دون لو سونس او On offre les couches de sécurité as a service les chériquettes. On offre tout ce qui est sauvegarde des données les chériquettes. On offre les sites de secours as a service les chériquettes. Yani, نجمو معناها الشركات نجم تحسن rentabilité بتاعها كي تمشي un cloud provider. تولي معناها la structure de coût elle est plus simple et elle est plus flexible معناها. Donc et on peut créer des économies de coûts quant à la protection des données pour ces entreprises là. Voilà. نختم معاك الحقيقه معناتها تشوف البورتابلي برشا قاعدين يحكيو علاش كان جماعتك برشا يشكلوا فيكم صاي فو لو دير على السلام كيما كان زاد فما شكون جا تقدر انا نتفاعل معاك شكون لك هاو هكا ولا هكا دونك برشا يشكلوا فيكم تو ميو بور فو يعطيكم الصحه دونك نختم معاك نذكر سي محمد سيري اي تي سيز دايركتور فوكس دونك بروتكسيون داتا اليوم حمايه المعطيات عند المؤسسات منين نبدا؟ نبداو من السوفغارد دي دوني نبداو من ميز اون بلاس تاع لي كوش دو سيكوريتي نيسيسير اللي هما لونتي فيروس اللي هما لي فاير وول اللي هما لي واف بور بروتيجي لي دوني كونتر لي تونتاتيف دانتروزيون و بوركوا با الي فير ان سيت دو سيكور سيتادير دوبليكي لي دوني فير ان اوتر سيت او دو بريفيرونس بور ليميتي لي كو الي فير ان كلاود سيرفيس بروفايدر بالنسبه للمؤسسات اللي معناها ما تنجمش تبني اليوم ان داتا سنتر دو سيكور. يعطيك الصحة شكرا لك سي محمد سويري اي تي سيلز دايركتور فوكس كما قلت فريمون نجمع معك السوجي الكل معناتها ان اكسبير بالحق بيتم على الكلمة شكرا لك شكرا قبولك دعوة اليوم فماش أي فكرة نجموا نضيفوها أنا ديما نقول معلومة حتى عندنا اليوم على 11 في الايفينمون هذا ورك شوب على السايبر سيكيورتي وعلى البروتيكسيون دي دوني فكرة هايلة فوالا باش نعملوا أنا وان اكسبير معناها مايكل عوزة اللي هو من ديل تكنولوجيز اكسلون دونك هوني 11 تاع الصباح 11 ودرجين على داتا بروتكشن على حمايه المعطيات اون جينيرال وعلى داتا بروتكشن كونتر لي رانسوم وير دونك بالتحديد كونتر لي رانسوم وير راهي تمس الناس الكل راهو بالحق احنا كي نشوفوا لي ميساج اللي يجيونا قلت قبيك تيمونياج راهو ما لازمناش نقولوا ماهيش باش تصير لنا لازم نقولوا وقتاش باش تصير لنا ولازمنا نحميوا رواحنا قبل ما تصير لنا هذا هو لو ميساج اللي نقول ان شاء الله خير شكرا لك يعطيك الصحة نواصل ونشعل توتسيت بعد فاصل قصير بعد سي محمد سويري اي تي سيز دايركتور اللي كان معنا بتاع فوكس الان الكلمة باش تكون لسي اشرف نفيتي مدير عام كلاود تمبل نحكي على أهمية كلاود للمؤسسات اليوم ومواضيع اخرى فاصل